السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. النهاردة أنا جاي أتكلم عن إزاي إن إحنا بنعمل فيديوهات احترافية للقناة بتاعتنا. كتير منا بيبقى لسه ناشئ قناة جديد ولسه مش عارف إزاي إن هو يعمل فيديوهات احترافية كويسة، ودي كانت مشكلة بتواجهني برضو، لأن برضو كنت لسه بادئ في الموضوع دوت، وبرضه كنت بلاقي صعوبة كتير في إن أنا أعمل فيديوهات احترافية زي اللي أنا بشوفها للناس المحترفين في اليوتيوب. فبدأت أكتسب شوية خبرة كده في صنع الفيديوهات، فقلت برضه إن أنا أشارككم معايا، وإن أنا أحاول إن أنا أبين لكم طريقة استخدام البرامج اللي بتعمل الفيديوهات ديت، ونشوف مع بعض كده تصميم لفيديو احترافي، بحيث ان احنا في النهاية نقدر ان احنا نجذب المشاهد ان هو يشوف القناة بتاعتنا. فهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج اللي انا بستخدمه اسمه اللي هو الكيم ماستر او الكايم ماستر دوت. انا هبقى سايب لكم الرابطة بتاعة التحميل بتاعته في اسفل الفيديو، ونبدأ كده مع بعض ونشوف ازاي ان احنا ممكن نعمل فيديو احترافي او التكات اللي هي بيعملوها في الفيديوهات الاحترافية. بنتكي على الزر بتاع البرنامج، هنطلع بره خالص، هنبتدي ايه ننشئ برنامج جديد. هيجي يقول لنا انت عاوز الشكل بتاعك يبقى شكله ازاي، بالعرض ولا بالطول ولا وسط. فاحنا مثلا نختار دايما اللي هو اللي بالعرض دوت، او زي ما تحب يعني. بعد كده بنبتدي نختار الصور او الفيديوهات اللي احنا عاوزينها. دايما في بداية الفيديو لازم تعمل مقدمة للقناة بتاعتك، فأنا كنت مصمم كده مقدمة للقناة بتاعتي من الأول، هبقى أكلمكم عليها في فيديوهات تانية، بس مبدئيا كده هنبتدي نحطها، وبعد كده إيه نشوف إزاي نحن بنعمل المقدمة دي. هنبدأ الإكسبورت ده مثلا، هنختار الفيديو اللي هي المقدمة بتاعتي اللي أنا كنت بعملها، هي بتبقى بالشكل ده كده. تمام، بعد كده بنختار صورة أو فيديو اللي احنا عاوزينه نحطه. فمثلا لو حطينا صورة في الأول، هناخد مثلا صورة زي بتاعة سوبرمان دي كده، تمام، ونحطها تبدأ تنزل في الميديا بنفس الشكل ده. ممكن ان احنا بقى بنغير فيها، يعني مثلا بنعمل لها الكلر فلتر دوت، ممكن نعمل كلر فلتر زي ده كده نغير فيه، او ان احنا نعمل مثلا حاجة زي كده. تمام، وبنختارها ونقول اوكي. طيب دي طريقة من الطرق ان احنا بناخد الصورة على طول ونحطها. طيب انا مش عاوزها بنفس الطريقة دي، مثلا اروح جاي اخد الميديا نعمل باك جراوند ونحط الاسود ده مثلا نكبر زي ما احنا عاوزين، وبعد كده ان احنا نروح جايبين لاير تانية او طبقة تانية، وبرضه نتك على الميديا ونجيب الصورة مثلا بتاعة السوبرمان دي زي ما احنا عاوزينها، هتطلع لنا بالشكل ده. دي بقى احنا ممكن نغيرها ندورها نعمل فيها نكبرها زي ما احنا عاوزين، ممكن نختارها مثلا تبقى فول سكرين كده، ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده
زي ما احنا عاوزين، ونظبط صورة السوبرمان تمام. وبعد كده بنغير في مثلا في الألوان بتاعتها. نختار اللون زي ما احنا شايفين، بنغير في الألوان. تمام، ايوه تمام كده. مثلا كده طيب، انت دلوقتي غيرت في الصورة وغيرت في الألوان بتاعتها، عاوز تكتب بقى تكست، بتروح جاي رايح برضو في اللاير ديت وتاخد ايه تكست، بتكتب مثلا التكست اللي انت عاوزه، مثلا نقول ايه سوبرمان مثلا. سوبرمان خلاص اوكي، بتطلع لك بالشكل دوت. انت بتكبرها زي ما انت عاوز، وممكن تختار اللون بتاعها مثلا، سي مثلا اللون الاحمر، لا خلينا في الاصفر. ممكن تعدلها كده ماشي، تاخد تكست اوبشن، بتكبرها او تصغرها او تبعدها كده تمام، وتقول ايه اوكي. طيب ممكن برضو ان احنا نلعب شوية في الحركات بتاعتها. ممكن تبقى كل الانيميشن يعني طول ما هي شغالة تتحرك، وممكن في البداية وممكن في النهاية، ديت في النهاية، في النهاية عاوزينها تعمل كده ولا تعمل كده ولا كده أو كده أو كده، ده في النهاية. هنختار دي مثلا اللي هي في النهاية. طيب في البداية عاوز أول ما تبدأ اللي هي الـ animation دي في البداية إنها تظهر كده، ولا إن هي تبقى مثلا كله كويس كده. هنختار الكلو كويس ديت كويس. طيب لما نيجي نشغلها كده هنشوف عملت ازاي، وفي النهاية هتروح جاية مسحوبة كده. يبقى انت ممكن تختار لها حركة في البداية وحركة في النهاية، او ممكن تعمل لها حركة في كل الايه الانيميشن كله. طيب عاوز المدة بتاعتها قد ايه، بتكبرها من هنا وتظبط الصورة عليها. طيب انت شايف كده، هنبتدي نشغل اللي احنا عملناه ده. هنلاقيها ايه الشكل بيبقى عامل زي ما انتوا شايفين كده، وبتنتهي في النهاية كده. مثلا في نهاية الفيديو مثلا احنا ممكن نختار برضو اللايك مثلا. طيب انت عاوز تقول للناس مثلا ايه، اعملوا لي لايك للفيديو مثلا، فانت هتروح جايب صورة مثلا لايك، وتبتدي تختار اوفرلاي. انا كنت محمل الاوفرلاي ديت، دي متبقاش موجودة فيه بس انت ممكن تحملها. مثلا الزرار ان انت بتتك على الزرار ده اللي هي دي طبعا،
بتوسعها زي ما انت عاوز، تكبرها على قد المدة بتاع اللي انت عاوزها، وتشوف الحركة بتاعتها. طبعا انت عاوزها تتحرك من تحت بحيث انها تيجي في الوسط وهي وتعمل اوكي زي ما انت شايف كده اهي. خلاص فتقول له ايه تمام كده، يعني هنبتدي نجرب الفيديو تاني. خلصت هي اللايك، وقلت له ايه ما تنساش تعمل لي مثلا لايك. ديت انت ممكن تعملها اثناء ما الفيديو شغال، وتعمل الصورة دي صغيرة وفي الجنب عشان تفكر الناس ان هم يعملوا لك مثلا ايه لايك، يعني مش لازم تبقى كبيرة كده، ممكن تبقى فوق انت مشغل الفيديو تبقى ديت لير تانية وتحط في الجنب بتاع الفيديو، بحيث ان انت ايه وانت الفيديو شغال تقول لهم ايه اعملوا لي مثلا لايك، ما تنسوش تعملوا لايك. برضو نشوف حاجة تانية، مثلا ايه سبسكرايب نفس الطريقة برضو، عاوز تقول لهم ايه اعملوا لي سبسكرايب او اشترك في القناة. بتختار برضو ايه اوفرلاي وتقول له هات لي الايه الحاجات دي تمام، مثلا وتجيب الايد دي خلاص، وتخلي الايد دي مثلا اهي تجيبها كده وتحركها كده مثلا يعني ماشي، ونيجي نحركها كده بقى نشوف هتعمل ايه. ايوه تقول لهم ايه متنسوش تعملوا سبسكرايب مثلا. هنيجي نحركها تاني ديت اللايك متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. يبقى نشوف كده متنسوش تعملوا لايك، ولما نشوف هنا ايه متنسوش تعملوا سبسكرايب. دي الحركات اللي هم بيعملوها بحيث ان ايه بتلاقيها موجودة فوق الفيديو، بيبقوا عاملينها بنفس الطريقة دي، ممكن يصغروها شوية ويحطوها في جنب الفيديو بحيث ان هي تبقى على الفيديو وهو شغال عادي كده. عم تعمل لايك ما تنساش كمان تعمل سبسكرايب بنفس الطريقة دي، وممكن ان انت مثلا ايه تروح مصغرها كده وتقول له دوبليكيت، يعني اعمل واحدة تانية سوري ايوه تبقى كده يعني ايه واحدة تانية اهي، هنيجي نشغلها كده سبسكرايب هترجع تاني دي تشتغل تاني، يبقى انت عملتها مرتين اهي اتحركت، وبعدين رجعت تاني اتحركت مرة تاني. خلاص طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ مثلا التكست اللي انت عاوز تكتبه مثلا هتروح له باك جراوند، ومثلا تختار الاسود دوت او تختار اي لون، وعاوز تكتب مثلا التكست تاني مثلا زي ايه هتكبرها كده. عاوز ان انت تشوف بقى جميع الايه الحاجات اللي ممكن نعملها فيه. اولا اللون مثلا اصفر خاص، هتعمل مثلا حاجة في البداية هتقول ايه تخليها كده مثلا ولا كده ولا كده ولا كده مثلا
كده خلاص. ممكن انت اهي تعملها كده الباست بتاعتها خلاص. الاوت لاين دي مهمة برضو، ممكن نعمل لها ايه اوت لاين زي كده. شادو، اعمل شادو، بس لازم تختار اللون وليكن الأحمر مثلا. يبقى انت عملت لها ايه الشادو ده. طبعا عشان تبان ممكن نختار الخلفية ديت، نخلي الخلفية ديت بيضة مثلا يعني عشان تبان زي كده مثلا. واحنا اخترنا الشادو بتاعنا احمر يبان كده، ده الشادو. ده الاسود مثلا يعني، عاوز تعمل لها تحركها زي كده. ده في الايه الاوفر اول يعني في كل الحركة تظهر. لا احنا عاوزينها مثلا في البداية وفي النهاية. هنشوف في النهاية، في النهاية ممكن نعملها كده. نشوف ايه اللي احنا عملناه برضو. زي ما انتم شايفين كده وتنتهي. ده بالنسبة للايه الصور والكتابة على الصور. في بقى الفيديوهات وازاي اللي احنا بنتعامل مع الفيديو. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي ان احنا بنعمل الفيديوهات. هنختار الفيديو مثلا، الفيديو اللي هو ده. طبعا الفيديو ده مثلا ايه فيديو كبير، احنا عاوزين نختار منه جزء صغير بس مش ايه مش كله. فهنعمل ايه اهو جالنا كده. هنختار الفيديو كده ونضلنا ماشيين. عاوزين نشوف احنا عاوزين ناخد انا حتة، هناخد مثلا من اول هنا، هنروح جايين عاملين المقص ونقول له سبليت تو بلاي هيد كده قصيناه، وناخد دوت نشيله دي مش عاوزينها. هنرجع لها تاني هي الحتة دي مثلا. مثلا لغاية هنا ونقول له مثلا ايه قص تاني split to play head ونشيل الحتة الأخيرة دي. يبقى احنا عندنا الفيديو بتاعنا هو ده مثلا بس خلاص كده. يبقى احنا قصينا الفيديو وعرفنا ازاي طريقة ان احنا نقص الفيديو وناخد جزء بس من الفيديو. بعد كده لو احنا عاوزين نكتب على الفيديو نعلق مثلا، بناخد برضو التكست زي ما احنا فهمنا وبنكتب اللي احنا ايه عاوزينه وبنكبره ونحطه بحيث ان هو يظهر اثناء الفيديو. طيب في حتة تانية اللي احنا مثلا عاوزين زي ما قلت لكم ان احنا نعمل ايه كلمة لايك. احنا بنكون مجهزين الاول فيديو صغير بموضوع اللايك والسبسكرايب، وممكن نرجع نحطه تاني على الفيديو اللي احنا مشغلينه. ازاي هنشوف مع بعض اهوت. اهو مثلا ده الفيديو بتاعته كنت انا عامله عشان اللايك،
ايوه. لا بس بقى في حاجه عاوز اقول لكم، هنرجع معلش انا اسف. انا عاوز الفيديو يشتغل على الفيديو، فاحنا هناخد لير تانية، هيبقى هناخد الميديا وهنرجع ناخد اللي هو الفيديو اللي احنا عاملينه، وكده الفيديو ده هيظهر لنا فوق الفيديو اللي احنا شغالين عليه، بس احنا عاوزين بقى حته صغيره عشان ما ياثرش على الفيديو، فبنروح حاطين نعمل له كده حته صغيره تحت في الفيديو، وكده هيشتغل معانا. هنشوف ازاي اهو. هيجيب الابليكيشن تبقى الوانه باهته شويه اهو. شوفوا يبقى ايه اللايك ده شغال، واثناء الفيديو الاولاني شغال، يعني مش هيتعارض مع الفيديو اللي شغال ده، بس ايه حاجه بتذكر المشاهد ان هو ازاي يعمل لايك. اهي هيجيب الابليكيشن تبقى الوانه باهته شويه. يبقى انا كنت مجهز الفيديو الصغير اللي هو بتاع اللايك دوت لوحده ومسيفه، وبعد كده لما جيت عملت الفيديو ده استدعيته تاني فوق الفيديو الاولاني. يبقى انت كده الفيديو بتاعك شغال واللايك طالعه، فيديو تاني لوحده صغير من تحت شغال. وبنفس الكلام برضو ممكن نعمل اللي هو الايه السبسكرايب، هنقول لير ميديا ونجيب الفيديو اللي هو السبسكرايب زي ما انتم شايفين كده، ونحطه هو كمان هنا. فهنرجع نبص كده اكتر من الطرق الميكي. السبسكرايب دي هتبقى كبيره لسه، فاحنا ايه هنصغرها برضو، وبحيث ان هي تيجي برضو في نفس المكان بتاع الاولاني، بس تكون ايه على الاقل تكون باينه يعني. خلاص هنيجي نشوف بقى كده اللايك هو شغال معانا الفيلم بتاعه، وبعد كده يقول له ايه سبسكرايب ما تنساش تعمل سبسكرايب. هو معروف باسم الكسندريان، وهو ديت طريقة تانية اللي هي ايه، ان انت بتحط فيديو فوق فيديو زي ما بتظهر لكم كده، تلاقي الفيديو شغال وطلع فيديو تاني شغال في جنب صغير، ان احنا بنعمل لير وميديا ونختار الفيديو الصغير اللي احنا عاوزين نحطه وبنصغره ونحطه في جنب اللي الفيديو زي ما انتم شايفين. الحاجة التانية بقى، انا مثلا ممكن اعمل اقص مثلا عند حته معينه مثلا انا انتهيت منها، وهدخل في فيديو تاني مثلا زي كده، فانا اروح جاي ايه عامل اقص الفيديو ده، هيظهر لي الزائد ديت. الزائد ديت انا ممكن ايه اعملها زي فاصل، في عندي بقى الفواصل دي بتبقى ايه فواصل احترافيه. مثلا ممكن نعمل اللي هو الايه الباورفول اللي هو ده، لما اجي انا اختار الباورفول ده ونقول صح اوكي. اهو هيظهر لنا بنفس المظهر ده، هنيجي نمشيها مثلا. كان دايما بيربط عندهم دي كده ايه فواصل نهائية عشان تفصل ما بين الايه اللي خططوا بعضيها يعني. ممكن نيجي نعمل هنا كده كمان نقصه تاني، نعمل سبليت برضو، هيظهر لي الزائد ده، بتك على الزائد. اختار مثلا ايه فاصل تاني زي مثلا ايه اللي هو الفن ده، هيعمل لي زي نظام كده قلوب اهي، هنيجي يعني نشوفها برضو. هيظهر لك الايه، هيظهر لك الفائع ديت او الفقاعات دي، هحط لك على الحاجه الثانيه دي. ممكن تعمل فواصل ما بين الفيديو وبعضيها لو انت عاوز تفصل بين جزء وجزء في الفيديو يعني، فبتعمل اللي هو الفاصل اسمها ترانزيشن، او الايه الفصل بين مرحلة الانتقال، ما بين جزء من الفيديو وجزء تاني. يبقى عرفنا ازاي ان احنا نكتب على الفيديو، ازاي ان احنا بنحط فيديو صغير فوق الفيديو، ازاي بنعمل قط للفيديو، وازاي ان احنا في بقى اللي هي ان انت تتحكم في الصوت. انت ممكن دلوقتي تحط صوت تاني فوق الصوت دوت، تروح تقول الاوديو وتختار اي صوت من اي موسيقى من الموسيقى، وبعدين تتحكم في الصوتين، عاوز مثلا صوت الفيديو الاساسي يبقى اكتر من صوت الموسيقى ولا لا. يعني هنا كده ده الفيديو الاساسي اهو،
انا ممكن اعمله ميوت خالص ان هو ما يبقاش فيه صوت واشغل الموسيقى بس، وممكن ان انا عاوز يبقى صوته مسموع بس مش قوي والموسيقى تكون غالبة عليه، او ان انا اخلي الموسيقى هي الوطيئة اللي هي قليلة وصوت الفيديو هو العالي، بنتحكم فيها من الاودي دوت. يعني هتظهر لك هنا صوت الموسيقى اللي انت اخترتها، هنختار مثلا صوت موسيقى عشان نجرب، هنقول له ميوزك مثلا ونختار ده، هنقول اوكي. فكده لو جينا شغالة كده انت دلوقتي كده ايه، صوت الفيديو هو اللي عالي وصوت الموسيقى قليلة. هنجربها كده نشوفها، هنجرب دلوقتي نشوف صوت الموسيقى وصوت الفيديو مع بعضيهم. هو كده صوت الموسيقى عالي على صوت اللي بيتكلم، ده مش هينفع، فلازم ايه نختار تاني، نخلي الصوت ده عالي شوية وصوت الموسيقى هو الواطي خالص، ونشوف. تمام، يبقى احنا كده تقريبا عرفنا معظم الحاجات الموجودة. الحاجة التانية بقى ان انت ممكن تسجل صوت ليك فوق الفيديو، بان انت بتتاكل تقول ستارت ويسجل لك الصوت بتاعك فوق الفيديو وبعدين تقول ستوب. الحاجة الأخيرة اللي أنا عاوز أتكلم عليها وهي إزاي إن إحنا برضو بنحط شوية حاجات تجذب الناس، زي الأوفرلاي دي أنا منزلها، يعني مثلا حاجة زي كده بنقول بنختارها مثلا نيجي نشغلها على الأدوات وكانوا هي كده، ممكن حاجة زي كده نشوفها برضو. هو نوع كبير يعني، وممكن حاجة زي كده هنبتدي نحطها. اوكي مثلا هنا مش باينة قوي، هنختار حاجة تانية. زي كده مثلا لما نيجي اهي بغاء الدور النبالي هو نوع كبير من انواع الفروات وكونه بيبدو هاي مثلا حاجة زي كده مثلا، نكبرها شوية. بيتميز ببغاء الدر الخارجي بكونه مالح، ودي نفس الحاجات اللي بنحطها في وسط الفيديوهات بتدينا نوع من انواع الترفيه، او بتخلي المشاهد ان هو بتجذب عين المشاهد بحيث ان هو ما يزهقش من الفيديو بسرعة، و بتدي متعة شوية في الفيديو. بس طبعا هي أهم حاجة تحطها في مكانها الصحيح علشان تدي معنى يعني. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو، يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة كنوع من أنواع التشجيع لينا عشان نقدر نعمل فيديوهات تانية زي دي التعليمية والكل يستفيد منها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.